للنقاش مشاهدينا يلتحق بنا هاتفيا الكاتب الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني. دكتور محمد، اهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطيه المستمره للنسخه الخامسه من مبادره مستقبل الاستثمار، والتي جاءت بعنوان الاستثمار في الانسانيه. هذا المنتدى يحضره اكثر من 2000 بعثه و5000 مشارك من صناع القرار. كيف سيكشف هذا المنتدى الحلول الرائدة التي تتصدى للتحديات المجتمعية برأيك؟ حياك الله أخوي حسن والأخوة المشاهدين مجددا. طبعا بلا شك أخوي حسن، دائما البحوث والأفكار والمبادرات تسبق التطبيق، فلعل مثل هذا التجمع المبارك من شأنه أن يضع النقاط على الحروف، وأن يعني يسرع من عجلة يعني السعودية الخضراء أو الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر. وهذا بلا شك، لأن شخصيات توافدت المملكة العربية السعودية ودول حقيقة سبقت في هذا المجال، فبالتالي هذه المظلة اللي تحتضن هذه العقول ويعني يعني ودرجة أهميتها حقيقة في دولها ستجعل من هذه المبادرة يعني سريعة التنفيذ، تسهل الكثير من العوائق، أيضا تسرع من عجلة طرح المبادرات، تفتح آفاق أيضا حتى كذلك تسويقيا، ستنقل أيضا للعالم بأن المملكة العربية السعودية أخذت زمام المبادرة. هناك الكثير حقيقة اللي يتحدث عن يعني الاستدامة الخضراء في دول العالم، ولكن المملكة فعلا علقت الجرس للجميع. طيب، أنا في ظن المملكة ستكون بإذن الله تعالى بوابة حقيقية فعلية للاستدامة والاقتصاد الأخضر. كيف يمكن ونستطيع الربط بين مبادرة مستقبل الاستثمار والمبادرات التي حصلت خلال الأيام الثلاثة الماضية الخاصة بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء وما إلى ذلك؟ طبعا بلا شك يعني مثل هذه تحتاج إلى استثمارات، وهذا حقيقة خطوة ذكية جدا قامت بها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة حديثة من سمو سيدي ولي العهد. هذه تجعل المستثمرين، لأن هناك الكثير من الشركات متعددة الجنسيات والشركات العملاقة، يعني أخذت قرار بأن تعطي حصة من أرباحها لخدمة البيئة وخدمة الاستدامة، فبالتالي أنا أتوقع ستكون هناك تدفق لاستثمارات نوعية أجنبية تصب في هذا الشأن، لأن الكل يريد أن يساهم. فبالتالي منطقة الشرق الأوسط بعد أن عرف وأدرك العالم بأهميتها في مجال الطاقة، وأيضا في إمداد العالم بمصدر طاقة مهم وهو النفط والغاز، فبالتالي سيكون هناك شركات يعني حثيثة ويعني سريعة جدا في أن تساهم في إعطاء الاستدامة الخضراء. ومثل هذه الاستثمارات يعني مجال أرحب، وأن تكون مساهمة وشريك فعلي جدا، وهذا أيضا سيسهل لها، لأن المملكة العربية السعودية ستسهل لهذه الشركات في أعمالها الأخرى. يعني بمتابعتك للجلسات التي عقدت خلال الساعات الماضية في مستقبل الاستثمار، ما هي أهم الاستثمارات التي رأيت بأنها قد تحقق ومن شأنها أن تحقق المنفعة الكبرى للبشرية؟ عندما طرحت حقيقة المملكة العربية السعودية بأن سيكون هناك صفر يعني انبعاثات في 2060، هذا دليل واضح حقيقة أن المملكة يعني أثبتت للعالم بأن الاقتصاد السعودي وأن البيئة أصبحت تحت المجهر، فبالتالي هذه بالفعل يعني أعطت خلينا نقول كتاب مفتوح لبيئة الشرق الأوسط، بأن بالإمكان لهذه الشركات أن تنتقي استثمارات خصوصا في مجال الهيدروجين. الهيدروجين الآن أتوقع هو الطاقة المكتشفة إذا صح التعبير، أو المعززة في من خلال هذه المبادرة اللي طرحها أو يقودها سمو ولي العهد. هذه حقيقة ستفتح آفاق للشركات، ولا ننسى الحمد لله هناك مراكز بحوث في دول عالم متقدمة، أنا في ظني ستوجه بوصلتها نحو هذه المادة الأساسية. المملكة ستكون بإذن الله تعالى رقم واحد كما ذكر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز، ستكون رقم واحد في مجال الهيدروجين اللي هو الأخضر، بالتالي هذا سيدفع كثير من الشركات بأن تتنافس
وأيضا تطرح أفكار من شأنها أن تقلل من التكاليف. كما ذكرنا تكلفة ستكون تقريبا $4 مقارنة مع الآن اللي هو اللي يسمونه الهيدروجين الأزرق اللي هو $700 أو 7 سنت أو 70 سنت. فبالتالي هذا سيعطي مجال من الآن حتى 2035 بأن هذه الشركات تستثمر في التطوير وفي البحوث حتى حقيقة نصل إلى يعني مشاريع فعلية تنموية. وبإذن الله تعالى في ظني ستكون المملكة حاضنة لهذه الشركات وهذه المشاريع الأجنبية اللي تستثمر في هذا الشأن. المبادرة في نسختها السابقة دكتور محمد نجحت في بناء صفقات بين المستثمرين تجاوزت $50 مليار في 2019. كم من المتوقع كاقتصادي أن تصل صفقات هذه النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل استثمار؟ أنا حقيقة متفائل جدا لأن العالم أدرك بأن المملكة ليست فقط مجرد تطرح مشاريع وتترك الأمور كما هي، لا، هناك متابعة حثية. يعني نلاحظ هذا الزخم هذه الأيام حقيقة استعداد أكبر بكثير عن 2019. أصبح هناك ملتقى مؤتمر حضروا وشاركوا رؤساء دول أيضا، وبالذات خصوصا الدول اللي تمتلك طاقة سواء كان في مجال النفط أو الغاز. فأنا في ظني سترتفع الاستثمارات خصوصا من دول الخليج. أنا في ظني الآن والمملكة العربية السعودية قاعدة تقود هذه الدفة. في ظني في 2021 ستتجاوز الاستثمارات بإذن الله تعالى أكثر من $300 مليار. بمتابعتك كذلك لهذه النسخة والنسخ السابقة من مبادرة مستقبل استثمار، كيف رصدت حجم التأثير المتراكم خلال السنوات الماضية؟ وأكمل على كلامك أخوي حسن، بالرغم من ظروف الاقتصاد السيئة على المستوى العالمي ومع ذلك حقيقة استطاعت المملكة أن تدير الدفة ليس فقط للشرق الأوسط وإنما للعالم، يعني في ظل يعني دول متوترة حول المملكة العربية السعودية، لكن المملكة استطاعت حقيقة أن تقود قمة العشرين، أن تسهل إمدادات الطاقة للعالم، أن تمنع حقيقة أي اختراقات لأسعار النفط أو التلاعب بها. كل هذه حقيقة أعطت للمستثمر الأجنبي أو الدول حقيقة اللي مستفيدة من الطاقة بأن المملكة العربية السعودية حقيقة قاعدة تدير يعني ملف الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية بكل اقتدار. وأنا في ظني حنشاهد سنة بعد سنة بأن هذا المنتدى سيأخذ حقيقة طابع عالمي، يعني ستكون المملكة زي ما نعرف يعني بعض الدول تلقاها مبدعة في الإلكترونيات، وبعض الدول زي مثلا اليابان، بعض الدول منتجة في السفن زي كوريا. أنا أتوقع المملكة العربية السعودية ستكون هي بيئة حاضنة، الدولة الحاضنة للطاقة وكل ما يتعلق بها ومستجدات الطاقة، وكل جديد ستوضع في هذا الصف. وأنا أتمنى في ظني سيكون هناك مركز كبير سيتم إنشاء في المملكة على قرار المدينة المالية في الرياض، سيكون هناك مدينة الطاقة يجب أن تكون وبأسرع وقت في الرياض، عاصمة السلام بإذن الله تعالى ستكون مقرها هناك، حتى يأتي الباحثين والحالمين والمفكرين والشركات الاستثمارية يكونون يعني تحت خلينا إذا صح التعبير سقف واحد، الكل يساهم بما لديه حتى نرى حقيقة ما تسعى إليه حكومة المملكة العربية السعودية من حفاظ وصداقة للبيئة. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد القحطاني، وأنت الكاتب الاقتصادي، كنت معنا هاتفياً.